اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج مؤشر النيل، نتعرف فيها بالارقام والتحليل على اداء البورصه المصريه التي ارتفعت مؤشراتها بشكل جماعي لدى اغلاق تعاملات الاثنين، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصه اي جي اكس 30 بنسبه 28% ليبلغ مستوى 13752 نقطه و98 من النقطه. قفز مؤشر اسهم صغيره والمتوسطه اي جي اكس 70 بنسبه 3.37% ليبلغ مستوى 697.52 من النقطة. شملت الارتفاعات أيضا مؤشر جي اكس 100 الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 2.55% ليبلغ مستوى 1594.41 من النقطة. كما زاد مؤشر جي اكس 20 محدد الأوزان النسبية هامشيا بنسبة 8% ليصل إلى 12093.75 من النقطة. نتحول إلى قائمة قطاعات النشطة في السوق اليوم، حيث كان قطاع البنوك هو الأنشط تصدر القائمة بنسبة 20.29%، تلا قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك بنسبة 16.89%، ثم قطاع العقارات بنسبة 15.73%، بينما جاء رابعا قطاع موارد أساسية بنسبة 9.95%. هذا وقد ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.7 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 715.3 مليار جنيه بعد تعاملات إجمالية وصلت إلى 594 مليون جنيه. ومشاهدينا الكرام، للمزيد من التفصيل والتحليل حول أداء البورصة اليوم سعدنا أن يكون معنا ضيفا في الاستوديو الأستاذ شريف كمال خبير أسواق المال. أهلا بحضرتك يا أستاذ. أهلا وسهلا أستاذ حضرتك والسادة المشاهدين، متابعة التقرير التالي حول أداء البورصة ثم نبدأ تحليلاً لهذا الأداء، فابقوا معنا. اللون الأخضر ميز مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات الاثنين بداية تعاملات الأسبوع. البورصة المصرية تأثرت بعمليات شراء قوية من المستثمرين الأجانب على أسهم المنطقة في قطاعات السوق المختلفة، بينما قادت أسهم الشركات الحكومية نشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة. رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة ربح نحو 4.7 مليار جنيه ليصل إلى 715.344 مليون جنيه بعد تعاملات إجمالية ب 594 مليون جنيه، قرابة 564 مليون جنيه منها تعاملات في سوق الأسهم. المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اي جي اكس 30 صعد بنسبة 28%، وقفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 33%، وشملت الارتفاعات مؤشر اي جي اكس 100 الأوسع نطاقا ليزداد بنحو 2.55%. محللون ماليون رأوا أن السوق تشهد عمليات إعادة هيكلة للمحافظ وسط ترقب لبعض الأنباء الجوهرية خلال الفترة المقبلة المتعلقة بالشركات القيادية. مشاهدينا الكرام، تابعنا التقرير حول أداء البورصة، نبدأ التحليل لهذا التقرير مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ شريف كمال. أستاذ شريف، يعني اليوم البورصة رغم قلة السيولة إلا أن المؤشرات ارتفعت، المؤشر السبعيني تحديدا حقق مستوى قياسي، تقييم حضرتك لأداء إزاي؟ المتابع لأداء السوق النهاردة هيجد أن في رغم من وجود في انحسار زي ما سيادتك قلت في أحجام التداول مقارنة بأحجام التداول اللي شاهدناها في الأسبوع المنصرم، متوسط أداء السوق خلال الأسبوع المنصرم بلغ ما يقرب من 4.5 مليار موزع على الخمس أيام، يعني ما يقارب المليون جنيه تقريبا. أحجام تداول النهاردة بلغت ما يقارب يعني النصف أو أزيد من النصف بقليل، إلا أن استطاع مؤشر السبعيني أنه يجذب قدرا من الاهتمام لدى كثير من المستثمرين، خصوصا وأن كثير من الأسهم ما زالت مغرية للشراء خلال الفترة الماضية والفترة القادمة. حصل إقبال على شراء بعض الأسهم الموجودة جوه المؤشر السبعيني، وده كان السبب في انطلاقه النهاردة بمقدار يفوق 3.25% صعودا.
تمام. طيب شايف حضرتك هل هذا الارتفاع ممكن ان هو يستمر او يمضي الى اي مدى؟ هل هناك اعاده هيكله للمحافظ؟ هل تزداد او تضعف حجم السيوله وربما يدفع المؤشرات لمستويات اكبر من كده؟ ام ان هناك ربما حاله من الارتداد والتصحيح وجني ارباح؟ ده جزء من مما اثار قلق لدى كثير من المستثمرين، خصوصا فيما يخص مؤشر اي جي اكس 30، وهو اقترابه من حاجز المقاومة عند مستوى ال 14,000، وتخلف مؤشر اي جي اكس 70 عن الحركة الصعيدة اللي شاهدناها داخل مؤشر اي جي اكس 30. تمام. اعتقد ان هنالك نوع من اعادة او قدر من اعادة الهيكلة داخل بعض المحافظ، واعني بدا الافراد، انما فيما يخص المؤسسات والاجانب فهم ليهم طبيعة مختلفة. يمكن مؤشر اي جي اكس 70 قدر ان يجذب كثيرا من الافراد خلال الـ 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 الاسبوع الماضي، وقد تستمر حتى الى الاسبوع باقي جلسات الاسبوع الحالي، واعتقد ان ما زال لمؤشر اي جي اكس 70 لسه عنده محطات من الصعود خلال الفتره القادمه. محطات صعود يا استاذ شريف، هل ممكن تاخد السيوله من المؤشر الثلاثيني بما انه قد يصحب هذا الامر اعاده هيكله في محافظ الثلاثيني وتدفع بها الى المؤشر السبعيني، ونرى مستويات ايضا تاريخيه، خاصه ان المؤشر السبعيني تاخر الحقيقه فتره كان فيها المؤشر الثلاثيني محقق برضو ايضا مستويات تاريخيه غير مسبوقه؟ مهما كان ما سيجذبه المؤشر السبعيني من قدر من السيوله يتمتع بها المؤشر الثلاثيني حاليا، فدي لن تكون مؤثره بقدر كبير على المؤشر الثلاثيني. المؤشر الثلاثيني له طبيعه خاصه، وهو طبيعه المستثمرين الاجانب والعرب والمؤسسات بتؤثر الاستثمار داخل أسهم المؤشر الثلاثيني لما تتسم به من قدر من السيولة الكبيرة جدا، وده بيتيح لهم قدر من الأمان فيما يخص التخارج ما إن رغبوا في التخارج أو جني قدر من الأرباح. المؤشر السبعيني هو مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، وده بيجذب نوعية خاصة جدا من الأفراد وليس الأجانب أو المؤسسات. تمام. عذرا معلش أستاذ شريف، مشاهدينا الكرام نتابع جلسة من مؤتمر الشباب الوطني المؤتمر الرابع بمحافظة الإسكندرية، وجلسة حول سياسات وزارة المالية والإصلاحات الجارية بحضور السيد الوزير الدكتور عمرو الجرح. ما نروحش ندي لكل الناس بالعرض، يجب أن يكون في تمييز في الكفاءة في الناس اللي بيأدوا بكفاءة، وده القطاع الخاص بيشتغل كده، فمن باب أحرى إن احنا نشغل القطاع العام ونشغل برضو الهيئات الاقتصادية بنفس المبدأ، إن احنا نقدر ندي حوافز ونحفز الناس بشكل سليم. الحاجة الثالثة القروض الدين العام، يعني سواء داخلي أو خارجي، القصة دي ما بتخلصش بفكرة إن احنا هنقدر نسددها بكرة ولا بعده ولا السنة الجاية. الفكرة كلها إن احنا بنبتدي يعني هو امر يمكن يكون معقد شويه، ان احنا النهارده عندنا ما يسمى بالعجز الاولي. العجز الاولي هو اللي بيمثل ايراداتنا ناقص مصروفاتنا من غير الفوائد. احنا الحقيقه من وقت ما قامت الثوره، يعني من العام المالي 10-11 لغايه العام المالي 2016-2017، ما يسمى بالعجز الاولي كان مجموعه 530 مليار جنيه، رقم ضخم جدا جدا. هذا الرقم لما نجمعه لحجم الدين اللي كان موجود في بدايه 2011 والفوائد اللي عليهم، الرقم ده وصلنا ل 3 تريليون جنيه، كمان القروض الخارجيه الباقي اللي رفعنا الارقام اللي احنا فيها اللي تقترب من 3.5 تريليون جنيه، كان سببه كمان انخفاض سعر العمله او ما يسمى بالتعويم. الفكره كلها ان احنا لازم، ليه بنقول ننقص عجز الموازنه؟ ليه بنقول ننقص العجز الاولي يتحول تدريجيا الى فائض اولي؟ علشان يبقى الاداء الاقتصادي نفسه قادر على توليد فوائد تبتدي تساهم في سداد جزء من الفوائد. الحاجة الثانية ان احنا نبتدي نسيطر على معدلات التضخم بشكل كبير، فسعر الفايدة يبتدي ينزل تاني بشكل كبير، فيبقى بالتدريج نعمل زي ما بنقول ليفلنج اوف لحجم المديونية. الاول نسبة التسارع في ارتفاع حجم المديونية يبتدي يبطأ، بعد كده نعمل لها ليفلنج اوف نحتفظ بيها عند مستوى معين، وبعد كده كنسبة للناتج المحلي الاجمالي تبتدي تقل، وبعد كده الرقم نفسه يبتدي يقل. لكن فكرة ان احنا النهارده هنقدر نسيطر عليه في فترة زمنية محدودة، ده مش أمر مش بسهولة.
الا لو عملنا يعني عمليات بيع او عمليات خصاصه كبيره، واحنا مش ناويين نعمل الكلام ده. احنا ناويين نشتغل في برامج طروحات للشركات بحيث ان الشركات تقدر تجيب اموال ليها وتقدر تجيب كمان اموال للدوله، وبالتالي يبقى كل ده يخش في المنظومه، فبالتالي تدريجيا نخفض عجز الموازنه، وبالتالي الدين للناتج المحلي الاجمالي يبتدي يقل كنسبه، وبعد كده يبتدي يقل كرقم مطلق على بعضه. أنا بشكر حضرتك يا فندم. قبل ما نختتم هذه الجلسة، كلمة أخيرة من حضرتك دكتور سحر نصر فيما يتعلق بالحوافز الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات. من أهم يعني المواد اللي في القانون اللي بتدي حوافز للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، احنا حريصين جدا ان احنا نبقى داعمين لهذه المشاريع، ولذلك أنشأنا الشركة كمان لريادة الأعمال، ودي فعلا الشركات هي اللي بتكون موفرة أكتر فرص العمل، وهي اللي هتقدر تبقى برضو صناعات مغذية للصناعات الكبرى عشان برضو نقدر نحن نعتمد على السلع. تاني حاجة المحافظات الأكثر احتياجا. طبعا المحافظات الأكثر احتياجا، وهنا بقول بنرجع برضو مهتمة جدا بهذا الملف يعني فعلا، لأن هي دي المحافظات اللي هي محتاجة دعمية، هم مشت في السابق ما عندهاش ولا بنية أساسية ولا خدمات للمواطنين، وزي ما سمعنا النهاردة سيادة الرئيس أكد أن برضو في صرف صحي قليل في هذه المناطق، حرمت من الكهرباء ومن المياه النظيفة، زي ما سمعنا برضو في الدوكيومنتري اللي كان موجود صباحا، ده كان جميل فعلا. فلذلك احنا بندي تركيز كبير سواء من الزراع الاستثماري او التمويل والمنح بتوجه لهذه المحافظات. ثالث حاجه لما بنتكلم على الاستثمارات، احنا بنقي نوعيه الاستثمارات، الاستثمارات اللي هي كثيفه العماله، لان بالفعل في السابق دخل استثمارات بس ما يعني المواطن البسيط ما جناش ثمار هذه الاستثمارات، فاحنا حريصين ان يكون كثيفه العماله فتكون فعلا موفره لفرص العمل ومنتجه، ولذلك ده الهدف الاسمى والهدف الرئيسي لزياده الاستثمارات في بلدنا باذن الله ان شاء الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. طبعا انا بشكر الحقيقه ضيوفي اللي كانوا مشرفينا معانا النهارده على المنصه، دكتور سحر نصر وزيره الاستثمار والتعاون الدولي شكرا جزيلا، السيد عمرو الجرحي وزير الماليه شكرا جزيلا يا فندم، دكتور وائل دسوقي مدير مركز رياده الاعمال في الاكاديميه العربيه جزيل الشكر طبعا لحضراتكم، وطبعا بتوجه بكل الشكر الحقيقه وطبعا للوزراء اللي كانوا معانا ولرئيس الحكومه ايضا اللي كان معانا النهارده ولنواب البرلمان ولرئيس البرلمان، الحقيقه كان عرض مشرف جدا، بشكركم على المجهود اللي انا عارفه ان هو بقاله شهور طويله جدا انتوا بتبذلوه علشان تقدموا العرض المشرف ده، بشكركم شكرا جزيلا، وبشكر طبعا كل الحضور على هذه الجلسه، شكرا لحضراتكم. شكرا مر الشباب الوطني الرابع بمحافظة الإسكندرية، والجلسة كانت حول سياسات وزارة المالية ووزارة الاستثمارات في المرحلة القادمة. تحدث السيد الوزير عمرو الجرحي وزير المالية حول بعض سياسات الوزارة، وتحدث عن مسألة الحوافز وكيفية إعطاء الحوافز والقروض ودعم وزارة المالية للشباب والمشروعات بشكل عام. تحدث أيضا عن الدين العام وعجز الموازنة وأعباء القروض وكيفية معالجة هذه الأمور من خلال خطة واستراتيجية ربما تكون بعيدة المدى لأنها في النهاية غير محدودة، إلا أن الوزارة تعطيها أولوية. تحدث أيضا عن طرح بعض شركات القطاع العام في البورصة المصرية حتى تستطيع هذه الشركات دعم نفسها بنفسها، وأيضا دعم عجز الموازنة في الدولة، تغطية هذا العجز إلى حد كبير وتغطية الديون. تحدثت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي حول استراتيجية الوزارة وأولويات الاستثمارات الجديدة بالنسبة لمسألة الإصلاحات وخطة التنمية. تحدثت عن أن هذه الأولويات لبنية مشروعات البنية التحتية ثم المحافظات الأشد احتياجا. تحدثت أيضا عن مسألة التمويل والمنح وكيفية توجيه هذا
هذه المنح والتمويل إلى مشروعات استثمارية والخطط الطموحة للوزارة. مشاهدينا الكرام، نواصل برنامج مؤشر النيل مع ضيفي في الاستوديو الأستاذ شريف كمال، خبير أسواق المال. يعني أستاذ شريف، كنت لسه بتكلم عن أن وزير المالية تحدث تحديدا عن أن هناك بعض الشركات القطاع العام سيتم طرحها في البورصة حتى تستطيع هذه الشركات تغطية احتياجاتها ومن ثم دعم الموازنة العامة للدولة. شايف حضرتك عملية الطرح دي وهي بالتأكيد مجدولة من قبل الحكومة، إلى أي مدى ستؤثر على معدلات مؤشرات البورصة وأيضا على جذب استثمارات داخلية ودمج أكبر عدد من المساهمين؟ فيما يخص طرح شركات قطاع الأعمال والشركات الحكومية في البورصة المصرية، المعلومة المتوفرة لدي أن سيتم طرح ما يقارب 10 شركات خلال عام 2018. صحيح. العشر شركات دي هتطرح بنسب لا تتجاوز 25 أو 30%. المهم جدا التوقيت في الطرح، لأن قد نرى تأثيرا سلبيا ما لم نجد أو نتيقن ويبقى عندنا قدر من الحيطة في اختيار التوقيت، قد يكون له أثر سلبي على الأسهم الأوريدي أو المدرجة فعليا جوه السوق. إلا أن الطرح ده أعتقد أنه على المدى البعيد مفيد جدا للبورصة المصرية، لأنه هيرفع حجم مقدار السوق بتاع رؤوس الأموال والسيولة يعني بشكل كبير جدا. أعتقد أنه كمان هيكون نوع من أنواع الحلول لهذه الشركات، خصوصا وإن كان البعض منها متعثر، لأنه هيوفر قدر من التمويل لهذه الشركات بعيدا عن ضغوط الفائدة المرتفعة جدا فيما لو أثرت هذه الشركات الاقتراض من البنوك. سيادتك عارف أن معدلات الفائدة في أعلى ارتفعت، وإن كانت هي لمدة مؤقتة بحسب التصريحات حتى يعني. الآن هي فترة مؤقتة، بس إحنا مش عارفين هذه الفترة هتستمر لغاية إمتى، لأن إحنا بنعالج بيها مشكلة كبيرة جدا، ألا وهي مشكلة ارتفاع التضخم اللي قارب مستويات وصلت في بعض الأحيان إلى 35%. إذن البورصة هي السبيل الأمثل لإيجاد تمويل ليست له تكلفة عالية جدا لهذه الشركات. طيب حضرتك ذكرت في أثناء كلامك أن الطرح لابد أن هو يكون موفق في التوقيت، لكن كان من الملاحظ مثلا على سبيل المثال اليوم أن شركات قطاع العام هي اللي قادت المؤشر السبعيني إلى مثل هذا الارتفاع، وهي في أغلب وجهة نظر المساهمين ربما أو على الأقل اللي أقبلوا على عملية الشراء النهضة لدفعه لتجاوز 3% ارتفاع هي تعتبر شركات واعدة. سبب التخوف من أن يكون الطرح سلبي وليس إيجابي. التخوف من التوقيت في أن الطرح يكون سلبي أنه يؤثر على قدر السيولة أو يقدر يجذب قدر كبير جدا من السيولة اللي موجودة بالفعل. نعم. إلى الدخول في هذه الاكتتابات خلال أو الأطروحات خلال الفترة القادمة. تمام. لأن سيادتك هي الفكرة أن احنا سيكون هذا الاكتتاب اكتتاب ناجح وبنسبة كبيرة جدا عندما يستطيع أن يجذب رؤوس أموال جديدة غير اللي اوريدي أو هي موجودة بالفعل. بالفعل داخل السوق المصري. طيب، على برضو ضوء المعدل أو المستوى التاريخي اللي وصل للمؤشر السبعيني النهاردة، هل نقدر نقول هناك إعادة ترتيب مواقع للقطاعات، خاصة أن بعض القطاعات بتتبع الأسهم القيادية تحديدا وهي متراجعة أو لم تتحرك إن صح التعبير؟ هل شايف حضرتك ترتيب القطاعات هيكون إزاي في الجلسات القريبة المقبلة؟ أعتقد أن ما زال القطاع العقارات هو القطاع الأكثر نشاطا على الإطلاق لو بنتكلم على الفترة المنصرمة من العام الحالي. نعم. يأتي بعدها قطاعين مهمين جدا، ألا وهو قطاع البنوك ثم قطاع الاتصالات على وجه التحديد. أعتقد أن الثلاث قطاعات دول زائد قطاع القطاع المصرفي أو القطاع المالي باستثناء البنوك، دول الأربع قطاعات الواعدين جدا خلال الفترة الماضية وما زال ليهم مستهدفات أعلى من كده خلال الفترة القادمة. أستاذ شريف كمال، خبير أسواق المال، في نهاية حلقة النهاردة بشكر حضرتك شكر جزيلا على هذا التحليل، وإن شاء الله نتمنى المزيد من الارتفاع والتوفيق للبورصة والقائمين عليه بإذن الله. إن شاء الله.
مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهايه حلقه اليوم برنامج مؤشر لنا. نشكركم على حسن المتابعه، دمتم في امان الله.